السلام عليكم ورحمة الله. لتنزيل الأغاني على أجهزة الآي أو إس سواء كانت آيفون أو آيباد أو آيبود بدون جيلبريك وبدون الحاجة إلى حاسوب أيضا يلزم عليك شيئين. أولا ستقوم بدخول إلى الأب ستور وتنزيل تطبيق تي داونلودر النسخة المجانية تؤدي بالغرض لأنه يوجد نسخة مدفوعة ونسخة مجانية. بعد تنزيل هذا التطبيق ستدخل إليه وتختار المتصفح وتكتب mp3glue.com. بعد الدخول إلى هذا الموقع ستجد واجهة يوجد بها أشهر الأغاني لهذا اليوم وأكثر الأغاني تنزيلا لهذا اليوم. تستطيع اختيار أي أغنية الاستماع إليها مباشرة أو تنزيلها. يمكنك كذلك البحث عن أغنية مستهدفة أو أغنية تريدها بالبحث عنها بعد ذلك تقوم بتنزيلها. الطريقة سهلة وبسيطة للغاية وكذلك يعني توفر لك العديد من المميزات، منها تشغيل الأغاني في الخلفية أي تستعمل الهاتف والأغاني لا تزال تشتغل، تشغيل الأغاني في الخلفية لنفس التطبيق يعني تنزل أغاني أخرى والأغنية السابقة التي قمت بتنزيلها قبلهم تستمع إليها. إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب يضر أنا سفيري وعلى مين كنا قم بالنقر علي للتوصل بجديد حلقات شبه يومية على مدونة العالم الافتراضي. لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحة العالم الافتراضي على الفيسبوك ومتابعتي على تويتر. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.